والآن ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك سيد المومني. الآن يعني كل الكلام عن التقدم العسكري حسب التقييم البريطاني، هناك تباطؤ في هذا التقدم، كلام عن أن روسيا كانت تريد حسم المعركة خلال 72 ساعة، ولكن توقعاتها عن المقاومة الأوكرانية يعني لم تكن دقيقة تماما على ما يبدو. لكن هل هذا هو فقط الذي دفع موسكو الآن لتعود وتقول بأنها تريد حوارا تقترحه في بيلاروسيا؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك هنالك مجموعة عوامل حقيقة تتعلق بإدارة روسيا والغرب لهذا النزاع، وأيضا التطورات المتتالية التي حصلت وأفرزت واقع وحقائق جديدة في هذا الجانب. بالنسبة لروسيا حقيقة وأداها العسكري، هنالك نقطتين باعتقادي يعني لم يعملا لصالح روسيا. أولاها أن روسيا فقدت عنصر المفاجأة بمعنى الهجوم العسكري. شفنا في الأيام الماضية والأسابيع الماضية أن كان هنالك نوع من الحرب المعلوماتية من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وتكاد الولايات المتحدة الأمريكية كانت يوميا تنطي شبه تحذيرات بناء على معلومات استخبارية، وبالتالي الروس باعتقادي يمكن فقدوا هذا الأمر. الأمر الآخر أن الروس تحدثوا عن عملية خاصة سبيشال أوبريشن، وكان من المفروض زي ما تفضلتي أن هذه العملية تكون خاطفة وبالتالي تحقيق نتائج، لكن يبدو أنه أيضا في الأسابيع الماضية والشهور الماضية أن الغرب قد وبالتعاون مع أوكرانيا قد عزز قدرات أوكرانيا العسكرية بهذا الجانب، خاصة في مسألة السلاح النووي اللي يمكن بدا واضح تأثيره في المعركة. أضف إلى ذلك يمكن الروح القتالية أو مسألة الروح القومية عند الأوكرانيين ومسألة السردية كانت أكثر بكثير بهذا الأمر. الأسباب الأخرى متعلقة بالموقف الغربي اللي تطور بشكل متسارع، خاصة في بعض الدول اللي كانت قد تكون تراهن على مسألة الإبقاء على تواصل وحالة خاصة مع روسيا بهذا الأمر زي ألمانيا زي فرنسا، وبالتالي لم تكن هنالك خطوات. الآن بعد 3 أيام باعتقادي هنالك موقف أوروبي أمريكي لم نشهده من قبل، أكثر من الصقورية حقيقة باتجاه روسيا من خلال مجموعة العقوبات التي تفرض، والآن أيضا هنالك إجراءات أخرى في السياق الدبلوماسي ومحاولة عزل روسيا دبلوماسيا. فباعتقادي من سياق عملية حسابات ربح خسارة يعني cost benefit calculations، باعتقادي الآن يمكن نمت أو يعني روسيا بتراجع حساباتها أنه لابد من عدم الاستمرار في التصعيد، وبالتالي البحث عن طريق من أجل إلى حد ما النزول من على الشجرة في هذا الجانب. لذلك مسألة المفاوضات، هلا في البداية أول يوم كان في مفاوضات وروسيا قالت أوكي في مينسك، هلا بعد ما تصارعت الأحداث وبعد التطورات والأوكرانيين بدأوا أكثر ثقة، صارت المشكلة والخلاف على موقع أو مكان المفاوضات في هذا الأمر. أعتقد الآن هنالك محاولات جارية، وقد تكون هذه المحاولات الآن إذا نجحت بتقدير الخاص السلم اللي راح تنزل على الأطراف وبالذات روسيا، لأنه الآن الخوف بأنه إيش؟ الخوف بأنه يستمر التصعيد وبالتالي تدخل روسيا في مأزق آخر لا تستطيع حسم المعركة. وبالمناسبة حتى لو دخلت كييف وحاولت تخلق واقع جديد، أعتقد أن الغرب والأوكرانيين عندهم التصميم على الاستمرار في مشاغلة روسيا، وبالتالي قد تصبح مكلفة بالنسبة لروسيا أمام هذه القدرات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية الهائلة للغرب. وفي تطور آخر لافت حقيقة، أن القضية الأوكرانية لدى المجتمعات الأوروبية بدأت تصبح قضية داخلية، بمعنى مش مسألة قضية سياسة خارجية، أيضا المواطن العادي الأوروبي بدأ يهتم فيها، وبدينا نشوف هذه المظاهرات اللي هي في الشوارع عدا عن طبيعة السياق المعلوماتي السياق الإعلامي. فهذه مجموعة الخطوات أو عفوا التطورات التي من المفروض إذا كانت روسيا لاعب عقلاني أن تعيد حساباتها وبالتالي تبحث عن طرق أخرى تمنع من انزلاقها أكثر وأكثر في هذا المأزق. ها
هل سيد الممني بتقديرك يعني أنه المقاومة الأوكرانية فاجأت الغرب أصلا، وربما هذا الذي دفعها إلى تغيير مواقفها ربما في تشديد العقوبات أو في الدعم العسكري من دون أن يكون هناك يعني دفاع فعلي من قوات ناتو أو غيرها مع إلى جانب الأوكران كما كان يعني يريدون، ولكن في المقابل وأنت أشرت إلى حسابات موسكو، هل يعني هذه الحسابات هي أيضا حسابات داخلية ب يعني الكف عن التقدم الذي كان تنوي موسكو أن تقوم به، وليس فقط استجابة للعقوبات وليس حتى استجابة لما بدا أن الناتو مستعدا أن يذهب في مواجهة مع موسكو ولو أن أوكرانيا يعني خارج هذه المواجهة قد تكون؟ لا شك في تطورات الأحداث في مسرح العمليات أكيد بنهاية المطاف هي اللي راح تفرز النتائج وهي اللي تأثر على مواقف الأطراف. هلا مسألة الغرب مفاجأته من قدرة الأوكرانيين على الصمود قد تكون، لكن لا تنسي بأن الغرب منذ أسابيع وشهور مشتبك مع الأوكرانيين في التدريب في العمليات المعلوماتية الاستخباراتية في كل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات، لكن قد يكون أنه في مستوى من المفاجأة، وبالتالي هنا هذه المفاجأة على العكس عملت لصالح إقناع الغرب بأن في هنالك وكلاء محليين اللي هم الأوكران نستطيع الاعتماد عليهم، وبالتالي رفع التكلفة على روسيا في هذا الأمر. أضف إلى ذلك قد يكون الغرب بغض النظر عن حجم هذه المعلوماتية والاستخبارات والتحليل على القدرات الروسية، قد يكون أيضا الغرب تفاجأ من عدم قدرة روسيا على حسم الأمر خلال 72 ساعة الأولى، فبالتالي هي أعتقد أنها متعلقة في القدرات الروسية ومتعلقة في قدرات أوكرانيا. أضف إلى ذلك أنا بالتقدير الخاص على مش كله الجانب العسكري، أنا بالتقدير الخاص ردة الفعل العالمية بالذات الغربية والأمريكية ومجموعة العقوبات وكل هذه الأمور والزخم اللي الآن بتم يعني باستمراره، أعتقد قد تكون روسيا أيضا أدركت بأنها يعني لما بدأت تحدث في نظرية مؤامرة، لكن قد تكون روسيا أن الظروف تطورت لدرجة أنها أوقعتها في مأزق لابد من الخروج في هذا الأمر، وأن الحسم العسكري هلا إذا روسيا استمرت واحتلت أوكرانيا ما هي أوكرانيا راح تكون عبء على روسيا في الإدارة، وبالتالي راح يكون تكلفتها، ولا أعتقد أن الغرب والناتو سوف يسلم بذلك، على العكس قد تنتقل الصراع في مراحل ثانية وبالتالي تستمر نوع يعني من الاستنزاف. كما قلت روسيا لا تريد أوكرانيا أن تكون